من الأشياء الغريبة في مو بالغريبة يعني، هذه شفتها في فترات معينة على مستوى المسابقات المحلية، شفتها في فترات معينة يعني، مثلا شفتها في الاتحاد في يوم من الأيام اللي هي فترة 2003 و4 و5 اللي كان كل اللعيبة تسجل معك الاتحاد، وسام المولد يسجل وتكر يسجل والصقر يسجل والدوخي يسجل ونور يسجل وتشيكو يسجل وكالون يسجل، عارف الأسماء. اليوم في الهلال لودي يسجل، مكنسل يسجل، ناصر الدوسري يسجل، كوليبالي، البليهي، كل الفريق يسجل، فأنت مو عارف توقف منين، الخطورة في اللعبة دي جاية من وين. بس في